أغلبية المحترفين صاروا موجودين على شبكة اللينكدإن. إذا كنت عم تحضر هذا الفيديو يعني أنت كمان موجود على هيدي الشبكة. بهيدا الفيديو رح أعطيك سر نجاح أي صاحب عمل على اللينكدإن تتقدر تروج خدماتك ومنتوجاتك بالطريقة الصحيحة، وبالتالي تطور شركتك أو مشروعك بهدف زيادة الأرباح. أول خطوة، حضر فيديو من 30 ثانية عن حالك وعن هدف مشروعك، ونفس النص يلي بتستعمله بالفيديو فيك تكبه على البروفايل بالمكان يلي بيسمح لك اللينكدإن تعرف عن حالك فيه يلي هو بالأباوت سكشن. فيك تبدأ إنك تعرف عن اختصاصك، وين بدأ مشروعك بالنجاح ومع أي شركات، وشو التحديات يلي بيواجهوها هالشركات تيقتنعوا يشتغلوا معك. وفيك أكيد تذكر 3 ميزات سريعة بيحصل عليها العميل من خلال شغله معك. تاني خطوة هي إنك تحضر قائمة بنوع العلاقات ومهنة الأفراد يلي بتريد تتواصل معهم. شو بقصد بنوع العلاقات؟ مثل ما بتحدد نوع العلاقات مع الآخرين بالحياة الواقعية والمهنية، نفس الشيء لازم ينعمل على شبكة اللينكدإن. ممكن تكون بدك تتواصل مع دبلوماسيين أو مستثمرين أو حتى موظفين للمستقبل بشركتك. ثالث خطوة يلي هي أهم خطوة تبدأ بتكوين علاقات متينة، هي لما يتم زيادة الفرد أو الضغط على كلمة connect. لينكدإن بيعطيك ميزة مهمة تتفسر سبب اهتمامك بالتواصل مع هذا الفرد بالذات. فيك تحضر رسالة صغيرة وتبعتها لكل الأفراد يلي عم يتم التواصل معهم، بتوضح فيها وقائع عم تحدث بمجالك، تطورات، الأسباب، وبجملة صغيرة تسمح للفرد يتفاعل مع رسالتك ويقبل التواصل معك يلي نحن بنسميها call to action، مثلاً let's connect. لما يتم قبول طلب التواصل أكيد فيك تبعت رسالة شخصية تعرف فيها أكثر عن حالك وعن ميزات عملك. تتثبت أكثر إذا الشخص فعلاً مهتم بالتواصل معك فيك تطلب منه موعد بأقرب وقت ممكن. وأكيد لما تلتقوا سوا أو حتى تحكوا على التليفون نوعية العلاقة بتتغير، وبالتالي بيصير هالشخص يعرفك ويتفاعل معك على هالشبكة بطريقة مختلفة وجدية أكثر. لهلأ شاركت معك 3 خطوات لبناء وجود فعال على اللينكدإن. أكيد بعد في طرق استراتيجية وحيوية أكثر بتثبت علاقاتك بالأفراد وبتسمح لهم يصيروا فعلاً مهتمين بالتعامل معك. في أفراد بيقولوا اللينكدإن بده وقت، بأكد لك لما العلاقات بتنبنى صح من الأول على هالشبكة رح تلمس ازدهار مشروعك وتطوير سمعتك بأقل من 6 أشهر. آخر فكرة بدي أوصل لك هي أنه تشارك محتوى قيم عن شركتك ومجالك، وجرب تجلب أفكار جديدة ما حدا بيعرف عنها. اسمح للعالم يتعلموا من خلال حسابك، وأكيد رح شارك أفكار جديدة على اللينكدإن بغير فيديو. فيك تتابع يوتيوب شانل تبعي على youtube.com/c/AleenZakka. هدفي اقدر ساعد كل اصحاب الشركات والمشاريع بالدول العربيه لابراز اسمهم ومشروعهم بطريقه افضل للخارج.